السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنعمل عصافير ليها. نعمل عصافير لحمه، عاملينها تمام، الفلفل وكمون وبهارات لحمه، بنحمرها في المقلاية في زيت، وبعدين بنقلبها كده اهو علشان احمر بحيث العصافير. اتفضلوا معانا في العصافير. نحمرها في المقلاية لما تتحمر. نوريها هو كده بتقلى، وحطينا عليه شوية ملح وفلفل. أنا أوريهم لكم هو بيتحط. هو اتقلى. متنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة.